تحية المساء لكل الفنانين، لكل المبدعين في بلادي، في كل دروب الفن والإبداع. تحية لأهلنا في كل مكان بإيقاعاتهم المختلفة، بإيقاعاتهم الجميلة، لغربل الحبيب، للأبالة، للبقارة، للغنامة، لكل اللي بيغنوا الغنى السمح والجميل، لكل الحافظين لتراث السودان من خلال كلمات والألحان، لحقيبة الفن السودانية، لتراث السودان الجميل. إحنا بنحييهم فردا فردا، وبنحيي كمان أهلنا في كل ربوع الوطن الحبيب اللي عندهم تفاصيل. الغنى هو أسلوب حياة، ويمكن في أي بيت نحن بنلقى إنه في فنان طلع، في مبدع طلع في واحد من المجالات، سواء كان هو شاعر أو سواء كان ملحن أو كاتب أو غيره من التفاصيل الإبداعية في الحبيبة. إحنا من خلال قناة الشروق الفضائية عكفوا مجموعة من المخرجين والمنتجين لأنه ينتجوا كثير من البرامج اللي حتكون إن شاء الله موعودين بها خلال الشهر الكريم. هنحاول نديكم نغششكم خلينا نقول في واحدة من البروفات للبرامج اللي حتكون موجودة إن شاء الله في الشهر العظيم، برنامج المايسترو. حنتابع مجموعة من البروفات اللي تمت للحلقات اللي حتبث في الشهر الكريم، وحنرجع لكم مرة تانية. يمكن هي جزء من المساحة اللي حتجمع بيننا وبينكم في برنامج الماستر في الشهر الكريم، وأكيد مجموعة من التفاصيل ومجموعة من البرامج، ويمكن في كثير من الحاجات اللي حتكون موجودة معكم خلال شهر رمضان الكريم.